السياسية الألمانية معقدة جدا، تذهب من أقصى اليسار إلى اليسار إلى نوع من الوسط إلى اليمين إلى اليمين المتطرف. من هذه يعني لنقل هذه التركيبة هي مفتاح المقابلات التي سأجريها في البرلمان الألماني. تابعونا مع جيزال سلسلة حلقات عن الطاقة وعن التسلح في ألمانيا، ولكن أيضا كيف أوروبا ستقضي هذا الشتاء.